كلمه هي اعتذر او اسف على ما وقع ولكن غالبا 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 وفي حوادث مشابهه وقعت في كثير من الاوقات لم يكن يصدر اي اعتذار ولا اسف من اي مسؤول كان بل كانت الدوله تحافظ على رجالها وكانت دائما تتجاوز مساله الاعتذار اليوم شهدنا تغيرا كبيرا وايجابيا حتى ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي و اثنوا على هذا الموقف وقالوا وفقا لمبدا نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت فان الاعتذار الصادر اليوم عن وزير الشباب والرياضه عبد الرزاق سبكاج هو خطوه ايجابيه الاعتذار طبعا من اصحاب الهمم العاليه على الاستقبال المخزي الذي وقع في المطار في المره الاولى هي خطوه ايجابيه